ما عمل. الفرق أن الأماني بلا عمل يتمنى أن الله يغفر له ويرحمه ويعرض عنه. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا أتيته بهذا الشعور فإن الله يحب منك أن تكون بهذا الشعور، يحب منك أن تصف الرجاء إليه، يحب ذلك منك، يفرح بتوبتك أكثر من فرح من كان سيهلك ثم نجا. والله والله إن الرجاء له طعمه في الصلاة. جرب الرجاء، جرب أن تحسن الظن بربك في الصلاة، أحسن الظن به. ألم أقل لك أنه يعطيك أكثر ما تستحق بل وأكثر ما تتوقع فقط لأنك ترجوه؟ ما أحلى رجاء. سأعرض عليكم عرضا لأقرب لكم تلك الرحمة، لأن بعض الناس قد لا يتصورها، رحمة واسعة من الله عز وجل. أرجوك تابع معي هذا المشهد. ما هذا؟ أنتم تشاهدون لبوة مفترسة ضارية وغزالة صغيرة، وما هو المتوقع؟ أن تأكلها. هل هي تأكلها الآن؟ لا، إنها تداعبها. ما الذي حدث؟ كل ما في الأمر أن هذه لبوة قد تبنت غزالة صغيرة، وعندما رأوا ذلك كانوا يتوقعون أن اللبوة كانت مع الغزالة تقريبا منذ أسبوعين، واللبوة الذين في المحمية، هذه في محمية في كينيا، اللبوة لم تنجب من قبل، ليس عندها أبناء، وتبنت هذه الغزالة وعمرها يعني الغزالة من 3 إلى 4 أسابيع. والذي أعجب المصورين هو كيف لهذه الغزالة أن تعيش أسبوعين من غير حليب؟ كانت الغزالة تعتمد على اللبوة للحماية من الأعداء، لكن هذا كان يمنعها من مصدر طعامها. يعني اللبوة الآن ما تستطيع أن تذهب للصيد وتتركها، وأيضا الغزالة محرومة من حليب الأم. ويظهر أن اللبوة قد ارتبطت بالغزالة بشكل رهيب حتى أنها لا تتركها تعيش لوحدها. ولما يعني أن الغزالة كانت تبحث عن أمها باستمرار، هذا يجعل اللبوة تضطر إلى اللحوق بها باستمرار. لاحظوا، اللبوة الآن تريد أن تصيد، تريد أن تصيد هذا القطيع من الغزلان، تتربص بهم، وهذا القطيع يمشي، ويحاول المصورون أن لا يفوتوا ولا لحظة. غريزتها تدعوها للأكل. طيب لماذا لا تأكل الغزالة الصغيرة؟ سبحان الله، رحمة. فالغزالة هربت، ذهبت لتتبع أمها. اللبوة تركت القطيع وذهبت للحاق بهذه الغزالة الصغيرة. ارتبطت العلاقة بين الغزالة الصغيرة وبين اللبوة حتى ظنت الغزالة أن هذه هي أمها. بعض السواح كانوا لما يمرون تفيض عيونهم. الغزالة أحيانا تبحث عن الحليب في بطن اللبوة، بل بعض الأخصائيين يقولون أن هذا المشهد، مشهد بطن اللبوة، يدل على جوع اللبوة، لا تريد أن تترك ابنتها إن صح التعبير وتذهب للصيد، حتى أنهم يذهبون يشربون الماء مع بعضهم البعض. يقول دكتور مارك ستانلي الخبير في الغزلان، يقول إنه من المستحيل أن تعيش الغزال أكثر من عدة أيام من غير أن ترضع من أمها. فاستنتج أنها الغزال الصغيرة تذهب إلى أمها ترضع ثم ترجع إلى أمها الثانية. فجأة مشت الغزالة لوحدها وجلست اللبوة، ثم حدث أمر. ما الذي حدث؟ تغيرت الكاميرا. ماذا تشاهدون؟ أسد. لقد خطف الغزالة الصغيرة من أمها، لم يأكلها بعد، فقط سحبها. الغزالة بين فكي الوحش، ووحش آخر يعطف على هذه الغزالة، تتبع الأسد وتنظر إليه. إلى أن ما أكل الغزالة الصغيرة وتحترق على هذا المشهد. وإذا التفت الأسد إلى اللبوة خافت اللبوة، رجعت، والأسد يتمشى بفريسته ولا يدري ما الذي يحدث في هذه اللبوة. اللبوة أصبحت لا تحس بالسيارة اللي عليها التصوير، قلبها مفطور على ابنتها. ثم أخذ الأسد يهيئ الغزالة للذبح، وهي انظر إلى نظراتها، بالله عليكم انظر إلى التعبيرات،
انظروا إلى الوجه كيف يعبر. ما هذا؟ الآن بدأ بالأكل وهي تشاهده، لا تستطيع حولا ولا قوة ولا دفعا ولا ضرا ولا نفعا ولا شيء. ثم أخذها، يقال أن هذه اللبوة ربت بعد هذه الغزالة 5 غزالات، ولكن هذا كان أطول تربية وأطول تبني، وإلا الباقين جميعا كانوا من 3 أيام بالكثير. يعني تتبع آثارها ولا تستطيع أن تفعل شيئا. سبحانه، سبحان من أودع الرحمة في قلبها، سبحان من جعل هذه الحياة تتقلب قوانينها من افتراس إلى تبني. إخواني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام. لاحظ، 100 رحمة فيها، يعني الواحدة هذه فيها الواحدة من 100 يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة قال: يرحم بها عباده يوم القيامة. أخرجه الشيخان. إذا كانت رحمة، رحمة الله قد وسعت هذه البهائم، وسعت كل شيء. تخيل رحمة واحدة جزء منها الذي رأيتموه قبل قليل، و99 يوم القيامة، ووسعت رحمته كل شيء، فكيف لا تسعك أنت؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وسعت من هو شر منك، قتل 99 نفسا ثم كمل 100 بعابد، ومع هذا وسعته رحمة الله، وأنت ما قتلت أحدا، ما قتلت أحدا، فكيف لا يرحمك الله؟ فإن قلت لي: كيف أحصل على رحمة الله؟ الجواب سهل، اطلبها منه وهو يعطيك إياها. أليست حلقتنا عن الرجاء؟ قم الآن فصلي وارجو ربك وهو يعطيك إياها، يعطيك رحمته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وادعوه وتمتع بالرجاء في صلاتك. نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة خيرا بإذن الله خيرا.